مستقيم. بوها ما عمل شك. عيب عليه صاحبي. طفلة تحفونة وعاقلة. شو عمل لك الميشون؟ ها؟ استنوا! فاطمة حذر راكم جبتوني شو اللي تحبوه مني ياسر اللوبة هذه تتهز وتتلطخ وتقدم وتشفر وتنطح فيها كاملة انت ربطها اشكون اذنك حلها تو بالمجد مخترة ياسر ماريو رد بالك منها لتقدمك لقيت عندها الكيخة هذا ما فهمتوش بالك شي يصلح ما يصلح هالشي فرت لها الساك متاحة زيدا ما عاش تعمل حتى شي لما نقولك شنو هذا؟ مهنات زادة؟ يا والله ويل جو المفتاح انا ما عاد فهم شيء خير هكاك نعرفك انت ريك تكفيس عم تسيل لازم قلق قبل الكهرباء شوفك الخلق قديش ترمز عليا في الثنية وقديش سيدها عارفك ما عطاكش التعليمات باش تتلغبب علي جيبهم هوني اوكي وصلت فاطمة توا كل واحد يشد البوست نتاعو سامحني ما تصورتش باش يعاملوك بعنف حسابهم عندي وانت ما عرفتنيش كيف خطفتني في الليل وجبتني للخلية احنا فين توا فاطمة يزمك ترتاح تتعشى وترقد وغدوة نحكيو اوكي كيفاش باش نجم نرقد؟ علاش جبتوني لهنا؟ دارنا راهم مفجوعين عليا داركم ماهمش باش تفجعوا عليك انت ساعات تعدي الليل في تونس بعض الاسئله تجاوبني عليهم وكهو كان عرفت منك اللي نحب نعرفه انا نرجعك من جابوك نحبك تبقى ريلاكس وما تخمم في شيء ما كانش باش تطول معنا القعده ما ثماش فايده تشيح ريقك فاطمه يزمك ترتاح مش تحب تتعشى نحب ناكل شيء ما خصني كان ماكل نحب نرقد ما ظهر لي النجم اوكي اجا نوريك بيتك وما تخافش الليله انا باش نبات نعس عليك هذه البيت اللي باش ترقد فيها عجبتك كان ما عجبتكش فما بيوت اخرين سافا هاكا عندك المفتاح كان خايفه سكر على روحك من الداخل اذا جعت عقاب الليل عندك الغلا صح على خير سالي باس ماريو معك لا اما بنت وحدين مازال غدوه ننجدوها توا قاعده ترتاح تخضت شويه باهي تو نعلمك مون ماري وي وي
تانا. صباح الخير. نهار قزيط. ليل كامل ما خديتش غمضة. على غلبة فاطمة اللي نهارين ما ظهرتش. على كيفها؟ يا غلبتي كيفاش على كيفها؟ والطفلة الله أعلم اش جرالها. هذيك تلقاها تتمحشش عند ولد عمرها. حرام عليك، قاعدة تتوذرك باش تصلي. ما تخافش ربي. ما خافتوش هي يا ربي. تحسق وترخف وتجغل وتوجع وتنادي بتونس. قديش عندكم كره في قلوبكم. تعاني فيكم فاطمة وركبتولها كل هم على صغر سنها. تعاني فيك انت وفي خشيشرك وانت وياها قارنين الراس وتوتوت وتتصروا عليا يا بيبي سيسات بيت البر. الله لا يردها. زيد كيفك كيف ولدك؟ عندكم يا جوره في بلاصه القلب. اي ضم فمكم ما تجبدوش نور الدين وخليني ليا في همي. فاطمه انت حتى هي كيفك؟ كيف تواتي بوها تبدا تسلق فيه ببره. اعمل للعدوى اللي تحكم وتصدم وحتى فلوسه بركت عليهم. صح عليا صح عليا بنت فايزه صح عليا. علاش تجبد فيها فايزه؟ ولا هما فلوس اللي خلاهم نور الدين؟ كان مش فاطمه راك انت الاولى خرجت تستعطف السقاق. يرك مقهوره يا بسمة. يرك مقهوره كيف قهرت مش شويه على فاطمه. اما نور الدين ما هوش غايب. ولدي هامل الله اعلم بيه فين بلاد. ان شاء الله حنا ربي يرجع ويطلقك يتلويح. مش خاصه ايامي كان يطلقني. قديش عفت روحي وعفتكم. نور الدين ولدك، فاطمه هي اللي معيشته وتعرف وين مخبي راسه ومعرضه روحها للخطر. ما نجمش نخبر عليها الحاكم يشوفوها وين غبرت. خايفه على السيد المحترم ولدك. بلي باهي. شبيكم تتعاركوا على الفجر يا ربي؟ ارجع ارقد انت. ما روحتش فاطمه ماما؟ فاطمه في تونس ليه هي في قضيتها. ارجع ارقد. ماما وينو راجلك؟ وين نعرف عليه؟ ما هو يخت؟ علاش تنشد انت؟ عنده ليتين ما روحش لا هو لا عم مفتاح. يلا لا ما تخافش، خالتك فتيمه مرت عمك مفتاح قالت لي الخدمه في الصحراء هكا. البقعه بعيده وساعات يغيبوا حتى بالجمعه. قديش الوقت يتجبد في هالبلاد يا ربي؟ زعما شي نهار ونروحوا لبلادنا؟ وعلاش ما نروحوش؟ يا بنيتي فيتش ما تخلويش. خايفة عمري يتعدى وين من فيا في الصحراء والحوايج هذوما قلقت منهم. تي مستقبلي قاعد يضيع راهو. فاطمة وخيتي توحشتها. أنراوينك يا فاطمة وخيتي. فاطمة فاطمة بنتي عملت اللي في راسها. جبدها عرق بوها وروحت له. ما عادش تجبد لي أختي فهمت؟ ماهيش هي برك عملت اللي في راسها، أنت زاد عملت اللي في راسك. قلقت منه راني هديسكو. ما غصبتش عليك أنا باش تجي معايا. قلت لك ارجع للقروات. جيت معاك على خاطرك سخفتني. اعطيني بقله ان شاء الله. فديتنا هالغنيه. عبد الله ولات مشكلته انت بيت بيها ويصبح بيها ولازم يلقى لك حل وتذهب تروح حتى لو كان يدبر لك ورق اخري. سمعت يا عبد الله في الوثائق المزوره. بربي وليت ترمي عليا في المعنى. حلو اسمع راسي يوجع فيا روحنا في بلاد الناس. باهي هاني سكت. اما قبل ما نسكت نحب نقول لك حاجه لازمك تسمعني. حاجه هكا تدور لي في مخي عندها قديش. انت عندك ثقه 100% في عبد الله؟ شنيا ما عادش عمك عبد الله؟ نهار اللي ولي ما عندي الشك اللي قاعد يخبي عليك وقتها نقول له عمي ولا حتى بابا. قديش فدتوني بها حكايتي. خبي عليا يا سيدي خليه يخبي عليا. انا نحبه يخبي عليا. واتلوني المفيد من اللي خذيته مخي راض. رتحني من هم الدنيا. ارتحت من الزيوت والدخان والعجين والقليان. وليت مراه بقدري. لا عاد الفالح ولا اسماعيل المسخ ولا حد كيفه مازال يهز عينه فيا. صح عليك. اما ان شاء الله بركه ما عملكش مسرحيه هو وقت الناعسه. زعما الحكم يلوج عليه باش يخرجك من بلدك ويخرجني معاك. على كيفك ماما. الرجال والزمان. رجله ان شاء الله. يا لالا انا اللي يعمل عليا في المسرحيات الموت عليه وما تسالونيش. لازمك تستنى تتعزى باش تهز لوحاتك الياسة. تصاوري يا ذوما ولا علاش نستنى في تطاك باش نهزهم؟ يا سيدي بطلت ما عادش مشارك في المعرض الجماعي. حاجه وليت تعيف. عيب عليك الياس تتعاونتك برشا راه. اي حتى مالك عاونته ودخلته للحبس. انا زاده ما يصعبش عليها دخلتني للحبس. قال شنو هزيت طبلوات في غيابها. اما انا نبعثها تشيط. ما خيبك الياس
قديش ولد جلطان؟ ما قتلكش تطام تاعك اللي المحكمة حكمت على ملك بشهرين حبسة؟ ولا ما قاتلي؟ وقتاش؟ اليوم في الصباح. عزة ما حبش تاخذ بخاطرنا احنا صحابه وتسقط عليه الدعوة. قديش مسمامة ساقطة؟ من فضلك ما تقولش على خالتي ساقطة، فهمت؟ وانتي زادة ساقطة كيفها، وانا وليت نكرك على خاطر ياسر تسمع في كلامها. قولكم على خبير هير ما تعبش روحك مدام، مالك يعديهم شهرين حبس ويخرج ويطلق، وهو يقعد ديما فنان كبير، انتي تبقى عزوزة هجالة تنشف الذبان. شبيه هذا الدعلالونو؟ يعجبكش؟ قلو ما عادش يحط ساقه هوني، وانتي زادة ما عادش تقابله. ما تسلنيش، نحكي مع اللي نحب، اقعد فيها وحدك. عجيب منال، اجا هوني. اللي ربيتك يا بنتي تقولي كلام كيما هذا؟ محسوب شوفك تطمش الياس متاعك. شبيه مهجعني البندا متاعك؟ شحبو عندي ريح السد غايضهم سي مالك عمران اللي يخدع فيا قبل ما تصير المشكله ويدخل الحبس. خلي تنفعوا فاطمه اللي هتريبيها في خطايه نوم. يصير اللي رقت في العسة من لمغط ما عندها وين تفلت فيسع قبل ما يفيق ماريو. امشي Yeah!
هذه ما تقول الناس ما تكتفوهاش. قتلت المادموازيل مخترة غفلتني وحلت الباب وخرجت. ما تعاودش تكتفها. وانتي وينك وقت حلت الباب وخرجت؟ اشكون عطاها المفتاح؟ انا قاعدة هنا والمفتاح قدامي فوق الطاولة. وانتي رقت؟ على غالب تعبت من المشي والجاي، كان جات مكتفة في البيت الداخل ما تهربش. كيف يعرف البوس اللي انتي ترقد وقت الحسة؟ تو يفرح بك ياسر. ماريو انشدها اللي بتنشدها وخلينا نخلصوا من الحكاية. انتي اخرج كامل التلويج على نور الدين وعريك. فما حتى فايدة من التلويج على نور الدين وعريك. انزل عليها هي توا تتقول لك بوها وين. ماني قلت لك ما عادش تدبر عليها اسبيس دو كونار. غاستون برا اخرج. جو شد العسل برا. اجي اشرب قهوة بعد نحكيو، اوكي؟ ما نحبش قهوة. على كيفك. أما نحبك مركزة معايا. ما تخافش، مركزة معاك برا برك. علاش جبتوني لهنا؟ أنت تعرف شنيا علاقتنا أنا نور الدين؟ قال لي هو صاحبك تعرف عليك في الصحراء. سمعته يحكي عني وكيف شفتك معها اول مره في القهوه. عمروش نور الدين حكي لك على ميتيو وغيت. سي كوا سا؟ ما تخلينيش شك في ثقافتك. في عمرك هذا في مستواك التعليمي ما تعرفش لي ميتيوريت؟ الله غالب ما عندي حتى فكرة. أوكي مانيش مسؤول على تكوينك. لي ميتيوريت هو حجر الشهب اللي يهبط من الفضاء على الأرض. بوك كان يجيب لنا في الحجر هذاك. شكونكم انتوما؟ احنا ريزو نتاع تهريب ونور الدين يتعامل معنا. شفت قداش أنا صريح معك؟ هذاك علاش نحبك تكون أنت زادة صريحة معايا. بوك قلنا له ما يتعامل كان معانا ما يبيعش الحجر لغيرنا. هذا هو الاتفاق. ما عملش بيه. يلزمني نلقاه نور الدين. تلقاوه من بعد تقتلوه؟ ليه فاطمة؟ باش نحميوه. احنا قبل كنا نلوجوا عليه باش ناخذوا منه السلعة. هذاك علاش عرفنا بعض زوز من الناس دخلوا داركم في الليل يلوجوا على الحجر. وذاك علاش جيت بحثيكم عم ناول. ما بون توا الوضع تغير. لازم نلقاوه نور الدين قبل ما يشدوا الحاكم في قضية نهب الآثار وتتفضح الشبكة متاعنا. لازم تقولي وين متخبي نور الدين وعريك. ما نعرفش. أنا بابا ما نعرفش عليه حاجة كبيرة. حياتي كل عايشة مع أمي في دار رجلها عبد الواحد عمران. ما قنعتنيش. أما خير تقولي ليا أنا وتروح على روحك ولا زويز اللي كانوا هون يجيو يستنطقوك. جو غاستون ماهمش ناس مليح كيفي. خلي يستنطقوني حتى هما ما عندي ما نقول لهم. اوكي مادامك ناكره مادام قاعده هوني لازم نور الدين يفهم اللي احنا خطفناك ويظهر وجهه. في بالكم بابا باش يخاف عليا ويجيكم؟ تحلموا. اتو نشوفوا. توا باش ترجع لبيتك ومعاش باش تخرج منها. وغاديك زيد خمم مليح مليح. انا مانيش مزروب. امشي للبوست تاعك. تفضل سي معز، اش حاجتك؟ من فضلك، نحب نقدم شكاية. بشكون؟ وشنية موضوعها؟ موضوعها معروف واللي نحب نشكي به مجهول. برا امشي اخدم على روحك. لعلمك أنا بدون مهنة بحيث ما تبعثنيش نخدم على روحي. ونحب نقدم شكاية. باهي يا سي معز، كيف اللي شاكي به يبدا ما عادش مجهول، مرحبا بيك. شكاية ضد مجهول. إكس. ما عندها حتى علاقة بالإكس اللي كنت باش ندخل لها لو كان مامية ما ماتتش. أونفان. حكاية ما تهمكش. تبعني مليح وفهمني. ما كانش باش نعتصم. صباح الخير سي معز. ها جيت انت؟ مازال بكري.
حاب نقدم شكايه بالمجهولين اللي خطفوا فاطمه الاسمر. شكون اللي قال لك فاطمه الاسمر خطفوها؟ طبيعي باش يخطفوها فاطمه. فتاة جميله الى حد الجنون، مضطر اي انسان باش يخطفها، هذه اولا. ثانيا وفي المقابل ماهوش طبيعي ابدا باش تتخطف من وجهه نظر علميه بحته. شنو مره طبيعي تخطف ومره مش طبيعي؟ عادي، تناقض قانون في عالم غير متناغم. من ناحيه اخرى منطقي جدا باش يتعارض العقل مع السلوك السائد. ندخلوا في الموضوع. ضروري تجندوا كل الامكانات المتوفره وتبحثوا على فاطمه الاسمر، سينو تولي كارثه. تحصل في الزمان تجاذبات بحيث يوصل الامر ربما لانه الناس يظلوا ماشيين في الشارع ويفقدوا ملابسهم. انت المسؤول. صباحنا صباح الخير يا معز. يا معز ما نجم نعمل شيء اذا كان اهلها ما جاوش يبلغوا على غيابها. توا روح روح، ربي يعاونك. اي مستحيل نتحرك لما تنشر قوات الامن في كل مكان. لمين لمين؟ نعم لمين؟ ازرع روح بيه. اي معز اي روح معك. سيب حتى انت وليت متواطع معاهم. نور الدين الاسمر ما عندوش وعي بالدنيا، ما ثم حتى شك. سيت ان انكي، ماهوش منحرف بروفيسيونيل. كيفك انت؟ سي تو فو، يمكن كان معذب كي كان صغير. اللي تحرم من المحبه في صغره صعيب ياسر باش يعطيها في كبره. بريف، اكبر عيب عند بوك هو البهامه. لو كان يسمع كلامنا ومشي يرقلوه، لا يتعب هو ولا نتعبوا احنا. توا جمع من اللي شرفتنا لفاطمه، هو باقي ما ظهرش. مازلتوا طامعين باش نور الدين يفقدني ويتفجع عليا ويجي يجري؟ سامحني، مش هو بركه عنده البهام. شنو هي الوقاحه فاطمه؟ رد بالك تحرش الكلام مع ذوك الزوز. جو غاستون صعب ياسر. مسكين، عامل روحك ملايكه في وسطهم. تعرف نور الدين شويه اللي قتلني نهار تاني روحت عم ناول من داركم؟ خلاني في فوسي دمي كاسيني وهرب. لو كان مش سريح خبروا عليا راني مشيت. هو مش نيتو يقتلني، نور الدين جبان. ما نتصوروش زادا كان ناوي يقتل سالم المداح في الصحراء. سالم المداح؟ حكي لك على سالم المداح؟ ليه؟ ما حكاليش. شكون هو سالم المداح؟ قصة طويلة. المهم، بوك مخو على قدو، شني على روحه وعلى عائلته، وتوا ولا مختر علينا. لو كان يشدوا الحاكم، تورطوا الناس الكل. الهديري هذا ما يهمونيش. ما فهمتش دايغ واش تحكي لي فيها. انا ملي بديت نتعامل مع نور الدين وهو يحكي لي عليك. يتفخر ببنته فاطمه باش تولي استاذه. ثق بيا مخر، انا متحقق. لو كان يعرفك محجوزه هوني يعمل مستحيل ويجيب علينا. مش تقعد تخزر لي ونخزر لكم ما نعملوا شيء؟ والطفله الله اعلم مش صاير لها. راهي فاطمه كيف اختي، انت كيفاش ضايعه؟ الله اعلم بها فين، ميته ولا حيه؟ وين عامله مولا الدار مش هوني؟ مخ الهدره، قل لي انا ايش تحب نعمل في الحكايه هذه؟ وانت كل يوم تخرن عليا. وانت شبيك تغزل؟ ما عاونتنيش حتى بفكره. نغزل على خاطر باش تحلينا جوجنا. تحبني نمشي للشرطه نقول لهم فاطمه عندها دي ميتيوريت التاجر بهم، شوفوا بربي شكون تبعها وفكهم لها ولا حتى قتلها ونوليو نبحثوا. واش قام نوليو نبحثوا؟ حاجه نعرفوها هي علمناهم بها. لا يا مدام، ماهيش مجرد حاجه نعرفوها علمناهم بها. كي نعلموا الحاكم ما تعرفش عليه يبدا على علم بالترافيك اللي صاير في الدنيا الكل، ويولي يبحث ويتبع في الفتله. وكي يلقاه ولا فاطمه بتاعك مش مستبعد تعترف لهم اللي انا حللت الحجر وقلت لها على قيمته وندخلوا عاد في مشكله باش خرجنا منها. فهمتني توا ولا ما فهمتنيش؟ يا لله قداش خايف على روحه. امان، وانت ماكش خايف عليا؟ نزيد نفسر لك. يرد علي يا رب. لي ميتيوريت الناس الكل في العالم ولاو كالبين عليهم، مش لو مؤسسات العلميه برك، حتى الاثرياء اللي يحبوا يحطوا تريف في فيترينتهم من المريخ ولا من القمر. قبل كانوا العلماء يجيبوا الحجر من الصحراء، توا البانديه داخلين في اللعبه. صبا، وانت شكون قال لك اللي فاطمه كي شدوها باش تعلم عليك؟ اما انت ياسر طلعت جبان وما يهمكش فاطمه تموت ولا تحيا. انا جبان، اما انت مخك فارغ. واش بكم تتصايحوا؟ واش ثمه؟ بنتك ولات مهبوله مسيبه ومعايش وزن كلامها. وين ماشي يا مراد؟ تفضل.
ما تقرا روايات وكتاب على بانتر امبرسيونيست. فاش قام هالكتب الكل؟ ناوي باش تخليني ياسر حداك؟ العشرة ايام حبس ما كفاوش؟ عرفتك فديت من الروايات البوليسية. اليوم انا وانتي وحدنا، الزواج الاخرين بعثتهم في مهمة، اشكون باش يطيب الفطور؟ انا ولا انتي؟ حلوة وحدنا، كاينة راجل ومرأة في ديرتهم، تحبش نطيب لك عجايجة؟ انتي بكلك باحساسك وذوقك وتفطرنا عجة؟ هذه أكبر فيرما في المنطقة وفيها اللي تتصوروا في خاطرك، وطيب لنا عجة. خلي عليك أنا مش نطيب. مش تحب تاكل؟ ما تطيب لي شيء ونحب نروح. ما فماش مرواح، وكل حد يعمل زقديدة على روحه. تفكرت عندك أكثر من جمع بالحوايج هذوما، تغسل وتشيح وتلبس، الجاردروب تاع فادية بنت الباص كلها على ذمتك. كيفاش باش نقعدوا هكا؟ ما نعرفش. كيفاش ما تعرفش؟ انا قلقت ياسر، نهار من نهارات نتشدوا منفر. كان نتشدوا نرتاحوا، وانت تير عليك القلق. نور الدين مانيش نفدلك. وانا نفدلك؟ مش بيك متنرفز؟ مش قلت ندبروا على روسنا نلقاو طويل نهجم البلاد؟ مش بيك درت في الحياسة وليت مسلم رقبتك للسكين؟ انت ما عندكش دار اولاد. حير على أهلي، ساعات نقول نسلم روحي ونعدي لي كتب لي حبس ونرتاح. ما هوش كلام رجال مونفرير هذا، كان طبت وتحب تسلم روحك أنا ما يساعدنيش، أعطيني حويجة خليني نفلت على روحي. شنو الحويجة اللي تحب نعطيها لك؟ تاخو في فلوسك؟ عندك حاجة أخرى تسألها لي؟ أعطيني كعبات من الحجر، تعبت معاك ياسر نور الدين. هاك حجر الجبل قدامك ابدا لقط. اما نسحوب هكا تكلم عليك تقول لي لقط حجر الجبل؟ طول عمري نخدم فيك ونتبعك الكلب. انت اوطى من كلب. تحب تقسم معايا متاعي؟ لو كان ما خدمتكش انا راك كامل تسرق في الحوايج وما شريت وريحتك ناتنا. هنا كلب وسارق؟ امام جامع انت نور الدين؟ خامش مديتك عليا. خامش طلع أزور منك موفرير، يطلع بالكعبات دو سليك الفرد عليك الفرد دويو وين بخباه ونكلم؟ ما عنديش الحجر. شكون عطيته؟ عطيته فاطمة؟ كلب. ما عطيتوش لفاطمة الحجر، ما خرج من اللعبة الحجر نور الدين. ما عنديش عليك. زرتي تحب الباص يجبدك من كل شكوته ويقتلك. كان جا عندي تلفون الباص نكلمه
أما هو ما يحب يتصل كان بسي ماريو. ماريو في الوقت الحاضر هو المعلم، يعمل اللي يحب. مليكة تعديت مع ذا شباك الصالون، العبية بناصر، حكايات مع البنية، تاي وحلو وموزيكا خدامة. السنة عندها قداش لدخل لخارجة، وبرشا من اللي كيب ذابو كل ملحة، وقعدت أنا وياك اللوج على سين الدين. تفهمش حاجة، ثم أمور غامضة أخويا، وسي ماريو ما يحبش يقولن عليهم. بس سيفنا عليه يلزم يفهمنا. وفات العسة قاعدين مع بعضكم؟ ماريو، عنا كلمتين نحب نقولوهم لك وبعد نكملوا العسة. اتكلم، هاني نسمع فيك. هالنهارين كلمك البوس. إيش يهمك كلمني ولا ما كلمنيش؟ بس عبالك ماريو خلينا نتفاهموا. ثم أمور مش واضحة. بغطيك مور ريزو معطل. ماذا بينا نعرف وش ثم؟ حليت فايمك سجو. يا في بالكم إنه ريزو معطل. أنا ما في علميش. شنو ماريو؟ تستبله فينا؟ تسخينا بهايمة؟ كان ماشي في بالكم لي أنا مخبي عليكم حاجة. بل من جد بهايم. خلينا نكلموا البوس. ما فيها باس حتى احنا يوضح لنا. المعلم يحب حد يتصل به إلا أنا. هذيك التعليمات. على كل حال أنتم أحرار. تحبوا تقعدوا تكملوا المهمة متاعكم مرحبا. تحبوا تمشوا على روحكم تفضلوا أنا ما نشدكمش. أما تحملوا مسؤوليتكم. وأنتي ما عادش تتجسس عليا من الشباك. إنا لله وإنا إليه راجعون. مسكينة بسمة ولادها ربي صبرها. الله يرحمه قالوا مات مقتول. زعما مسكون قتل. وهاي البوليسية لهنا تبحثوا معاه. هاي يا جماعة من ظلكم. افرقوا علينا نحطوا كل واحد شد دارنا. عريق. ما يكون كان عريق اللي قتل. هاو صعب تتشرج تعمل. الله وعلا عريق ولا غيره. نور الدين يا مناس مغرضين وتحريا جاري. لو كان ما جاش الرجل اللي حط فيق بيه يمكن ما يفيق بيه حد. بقعة موحشة وبعيد على العمار. لازم واحد منكم يجي معنا باش تعرف على الجثة. نجي معك أنا، ما عندي شكون آخر. فاطمة. فاطمة بنت باقي في تونس. فاطمة. الله أعلم وين هي توا. عندها 20 يوم ورا وحدش. يمكن كانوا ليك عنده الحق قال فاطمة تخطفت. وانتم التوا ساكتين. يا والله حوال. علاش ما علمتوناش؟ سامحني يا سيدي. راسي بشيت كلاطة. نجي معاك قد لي. باهي باهي. تفضل. أنا استنى فيك. اش نقولوا للناس كي سربيونا حاجه؟ شكرا مادموزيل. شنو هي تعليمات اليوم؟ انت تخرج تقضي وترجع، وغاستون يعمل دوره على المواقع الاثريه تيحش بواحد يعرف نور الدين الاسمر. ما أخرج. ما تخافش لنهرب. صاحبكم عبد الله مظهرش والذل واللي سكسك عليك انت وكانوا ليك. جليدك فز بفايزة وفرت لها عيلتها. ولد عمران في الحبس. وقت طفلة فاطمة غبرت الله أعلم في الطاحية. فاطمة خبرها تلقاها عند الناس. يا معز في بالك اللي فاطمة ولا تدور وتعكل في تونس؟ باقي طايح في أعراض الناس يا إسماعيل. نور الدين أبيها الله يرحمه كان زعما صاحبك. ما تحياش تتحدث فيها. وفات رجولية من البلاد. بيع زبلتك وفمك ساكت أنت. ما كانش تو نجيك. إيش هنا نرجع فيك؟ إيش؟
ارجع ابرك بحثا لمسخ صاحبك. اش تحب؟ سمعتك تذكر في فاطمة. اش بيها فاطمة؟ فاطمة تماهي ولا تسارحة في عفو الله كما امها. يا معز برمشي عن روحك. عندي خبر الاسماعيل باش يفرح به العالم البائس. تراه فرحني، هاني نسمع فيك. غدوة غدوة تاخذ بقعتك في الجبان حدا نور الدين الاسمر. عزرين بعث لك برقية خبرك؟ لا، فاطمة كلمتني خبرتني من الجنة المائية اللي الوبش اسماعيل الززار حان الوقت باش يرتحل الى جهنم غير مأسوف عليه. برمش يروح يا العنقوس الريفة متاعك. اخلاك منها يا معز. العالم البائس ما عادش يتحمل ريحة المنت يا اسماعيل. رسول يا اسماعيل. رسول يا رسول الله. يا رسول الله. تعمل هنا انت ماري؟ وينه؟ ما نعرفش. هو اللي خلاك تخرج مدلل كيسر سي ماري وقاعد يقمر بينا الكل. امشي قدامي. صيبني بس ما كملتش بقناد نتاعي. ما تخلينيش نستعمل معاك العنف. امشي قدامي. باهي. انا قلت لها اخرج. فهمت حتى انا حسوب عامله باهيه. يسكر فمك. قريت الجريده؟ ما عنديش وقت باش نقرا الجرايد. نور الدين مات. وقتاش؟ توا 10 ايام. قال في بقعة خلاف. المقال يقول إنه الحاكم يشك في عليك. شكون قال عليك؟ أنتم ما تحبوا تقتلوه. أخوتي أخوتي باش يذيعوا. حبيبي وحبيبي أرك سيب. فاطمة فاطمة ريض روحك. ريض روحك فاطمة. خطأ الأمر باش يقتلوه. بالعكس حشتنا بيه حي. الجريدة تقول زادة انه بنته فاطمة مفقودة ويمكن تكون مورطة معاه في نهب الاثار. هاني وليت كيفو نور الدين. انتم السبب. حتى كان باش تسيبوني باش يشدوني. ربطوني واختي باش يبيعوا. مازلنا حشتنا بيك حتى تقول لنا اش حكي لك نور الدين على يوبير لونجو. خطك لسمي هذا عمري ما سمعت بيه. تسلم عليك برشا وتلح باش يجي حذين رسوسة. عربية مريضة يا مالك تحب تشوفك على موت على حياتي. ما نجمش يا رفيع.
يلزمني نروح للقروان باش ناخذ مفتاح البرتمان من عند فاطمة. فاطمة ماهيش في القروان. مالا فين؟ بوها نور الدين قاو مقتول وهي ما سمش ريحتها. رفيعة يا شختي وصلني القروان. وين عندها باش تمشي فاطمة؟ الو اه فادي شحوال الباص شنو هما المشاكل؟ ايه يلا المؤسسات اللي انت عامله معاهم ماهوش مستنسين يسالوا منين جاهم السلعه. بون هذه حاجه جديده. قالك نتصرف؟ وعلاش ما نجمش كلمني هو؟ ما قالكش شي حب؟ لا قالي عيط المكاو بلي كان اسمع في التليفون ضرب ما نعرفش شكون كلم. بالكش الباص. الباص عنده قلق. ثم مؤسسة علمية مع جيولوجيا صحراوية في فرنسا صارت فيه مشكلة. أتحس من المشكلة. فضيحة. حكيت عليها الجرايد ووسائل الإعلام الكل. الرقابة العمومية فطنت إنه المعهد شرى ميتيوغيت من عند مهربين في الصحراء. ريزو آخر مش متاعنا. ألو. هذه أول مرة المؤسسات العلمية تشرح جر مش معروف الأصل متاعه. المرة هذه اللي بيعوا مهمش مهربين عاديين. البوليس الدولي عنده معلومات إنه مجميعة مسلحة ثائرين على دولة صحراوية. العملية خطيرة ياسر. مال البوس شاكين فيه؟ لا أما يمكن يصلوا البحث. خايف ليكون ثم معلومات على الريزو متاعنا عند لانتخبال ولا البوليس الفرنساوي. كنت متصور إلا الريزو متاعنا صحيح حد ما نجم يدخله. ما فهميش ريزو في الدنيا ما ينجموش يدخلوله. المهم الباص قرر يروح ويشد الامور في يديه ويسعى باش يوصل لعريك. هو اللي مازال ما عندناش عليه سيطره. يعرف علينا برشا حوايج ينجم يصبهم للسلطات لو كان يشدوه قبلنا. تتصور اللي برجوع الباص يبعد عليه الشبهات ويمنعوا يمنعنا معاها؟ ما ندخلوش بعضنا. مازال ما فهم حتى شيء فيكت. والوقت الحاضر المسألة مجرد توقعات. مش يهبنا نعمل طول معلم شي ما يتغير. نواصلوا اللوجو على العريك قبل ما يوصلوا الحاكم وردوا بيننا وكاو. دوب ما يتصل بي عارفكم نعلمكم. اسماعيل هزوه المستشفى في حالة خطيرة يا معاذ. فاهم ايش معناها في حالة خطيرة؟ إيطاق غاف إثر الاعتداء عليه من طرف معز شوير كانوا ليك بصرف بزوز كيلو على أمي رأسي. عجيب معترف وتعطي فيه في الوصف الدقيق للاعتداء. شكون لاهي بيك تو؟ ملي طردت المرشدة الاجتماعية اللي بعثوها لي أصبحت لاهي بروحي. وعلاش طردتها المرشدة الاجتماعية؟ امرأة تحب تحل المشاكل واحد كيف وهي ما تعرفش الكالكول انتغرال. إذا سجلوا عليك اللي أنت ماكش في كامل قواك العقلية وقت اعتديت على إسماعيل. هنا سيدي رئيس المركز سامحني مانيش متفق معاك. في اللحظة اللي عالجت فيها إسماعيل كنت في كامل قواي العقلية وفاهم إيش نعمل. إسماعيل نظامه مختل إثر هجمات متوالية من طرف فيروسات دمر التوازن الجسدي. إسماعيل نظام عشوائي وكان لازم إتلافه صف تنتهى. إسماعيل توفى في المستشفى. توا جيت من غادي. فرحان سي معز؟ لاني حزين لاني فرحان. الأحاسيس التافهة متاع الفرح والحزن ما تعني لي شيء. ما اعترف بالاعتداء بالعنف الشديد على إسماعيل الززار مما سبب وفاته؟ أعترف. أي مالك؟ أكريت الدار ودخلت الدار. روح بيت حدايا.
وغدوه ارجع اسكن في داركم. اسمع الكلام يا مالك، الاخرى تجي زينه تنفض الغبره وتعمل فيها دور. سامحوني ما نجمش، نحب نبات الليله في دارنا. ما تخافوش نوعدكم ما نعمل حتى شيء. كبرنا على العواطف الرومانتيقيه والانتحار. انا زاده مانيش مروحه لسوسه وبيتها لهنا. عايش لي اختي، روح على روحك. هات هون عيط الكنوليك يا بيت بحذايا. معز تعب شويه، هزوه للسبيطار باش يرتاح. معز انا سبيطار. وين تحب يهزوه؟ المستشفى الامراض العقليه، جاتو كريز يخيهلكها. سيد الشيخ احكي لي ايش عمل معز. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. تعارك مع اسماعيل الجزار، اخي ضربه بصرف حديد جاتو بعم. اسماعيل مات بعد ساعات من الضربه، الله يرحمه ويسامحه. فايزه ومليكه وكانوليكا، الدنيا فرغت. معلش فرغت ضربه واحده. رفيعه اقعدوني واحنا تنوليهم من بعد. صباح الخير فاطمة. نهارك زيد. فقدت مليح البارحة؟ صفا. بدل حوايجك اليوم تروح لداركم.